الإمارات تسجل لقاح الصيني ساينوفارم رسمياً، خطة تحفيز أمريكية بأكثر من 900 مليار دولار وقفزة غير مسبوقة للصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين. أهلاً بكم في الأسواق العربية. أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي أنها بدأت العمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في أبوظبي خلال أسبوعين، يتزامن ذلك مع إعلان الإمارات رسمياً تسجيل لقاح ساينوفارم للوقاية من فيروس كورونا في البلاد بحسب وكالة أنباء الإمارات. وذكرت وزارة الصحة أن اللقاح أثبت فعالية بنسبة 86% وتم اعتماده للاستخدام الطارئ لبعض الفئات في سبتمبر الماضي. قدم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشن إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بلوزي حزمة تحفيز جديدة قيمتها 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأمريكي المتضرر من جائحة كورونا، وهي تزيد قليلاً عن قيمة خطة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار كانت قد اقترحتها الأسبوع الماضي مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين. ارتفعت الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين إلى مستوى قياسي جديد، إذ استوردت الصين أكثر من 11 مليون طن متري من الذرة من الولايات المتحدة خلال الموسم الزراعي الحالي، وهو ما يمثل ارتفاعاً ب 1300% مقارنة بمستوياتها قبل بدء النزاع التجاري مع الولايات المتحدة. وكانت الصادرات الزراعية تمثل نقطة محورية في حملة ترامب الرئاسية وأحدى نقاط الضغط الرئيسية في المفاوضات التجارية مع الصين. لو كنت من المحظوظين الذين اشتروا سهم سنوفليك عند إدراجها، تخيل كم من الأرباح كنت ستجني؟ فقط 258% خلال 3 أشهر. القيمة السوقية للشركة المتخصصة في تخزين البيانات السحابية تخطت 120 مليار دولار لتتجاوز شركات عريقة مثل IBM وAMD. وكان الطرح الأولي لسنوفليك الأكبر للشركات المتخصصة بالبرمجيات في التاريخ، وتظهر بيانات الشركة أن مبيعاتها تتزايد بأكثر من 100%، لكنها ما زالت تتكبد خسائر. We'll be right back.